قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كاملا هاريس في مقابلة على قناة CBS أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وأشارت هاريس إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة ولا بد أن تنتهي هذه الحرب، منوهة إلى أنها لن تتوقف عن متابعة ما هو ضروري لتوضيح الموقف بشأن الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب. Which is why I'm traveling around our country. Well, first, let's start with those.